اليوم ضيفنا راح يكون ممتع، ونتمنى انه كل تستفاد من عنده وكل تاخذ كل سؤال بما علومه. اليوم ضيفنا في الاستوديو خبير الاعشاب الطبيه خضر البديري، اختصاص امراض القلب والكلى. حياك الله ورمضان كريم عليك دكتور، ونورتنا اليوم ببرنامجنا برنامج ليالي رمضان. مساء الخير ورمضان كريم، وكل عام وانت بألف خير. صحة وسلامة عليك، بالصحة والعافية والسلامة. كريم على كل العراقيين ومتابعين قناة سمراء الفضائية، وان شاء الله اتمنى الصحة والعافية للجميع. اهلا وسهلا بكم. حياك الله. دكتور خلينا نطلع في موضوع الاسئلة هاي هسه حاليا، بعدين ندخل بموضوع الاسئلة. عندي سؤال اللي اكثريتنا، اكثر الشباب واكثر النساء اللي قاعد يعانون من الصدفية والاكزيما، وبالذات بالصيف تهيج علينا، تمام، لكن بالشتاء الجو بارد، لكن بالصيف نتأذى من عندها، تمام. شنو العلاجات؟ شلون نقدر نتعامل وياها؟ تمام. بالنسبة للصدفية هي مرض مناعي يصيب الجهاز الكبد، يسبب مشاكل اضطرابات جلدية، ويسوي نقص نسبة الدي3 في الدم، تنزل عند المريض دائما، ونسبة الكالسيوم. الصدفية طبعا مرض مزمن، علاجه صعب جدا حقيقة، يعني بالاعشاب ولا بالكيميكال، يعني بالهربل ولا بالاعشاب نفس الشيء، يكون علاجه اكثر بالمواد الكيميائيه اللي هو الكورتيزون يستخدمون له، العصارات الدرمودين وغيرها، وايضا بالعقاقير الطبيه اللي هي العشبيه، نستخدم بعض الخلطات الطبيه اللي هي زيت الخروع، عندك زيت السمسم، زيت الصبار، هذه المرطبات اللي ترطب الجسم، لكن هو مرض داخلي. معلومه مهمه، اكو بعض الاحيان يستخدمون العصارات او الكريمات، هو يروح فترة، يعني يروح ياخذ له فترة شهر اقل، وبالتالي يرجع مثل ما كان قبل. فما لازم اولا اجراء الفحوصات اللازمة اللي هي فحص الوظائف الكبد وفحص المناعة، حتى نعرف النسبة المناعة والكبد منتظمة، حتى من نعطي العلاج خارجي راح يشتغل عنده بصورة صحيحة وما ترجع عنده الصدفية. لكن هناك مشكلة انه من يروح الشخص المريض اللي يعاني من صدفية او اكزيما، يروح للصيدلية او يروح للدكتور او للعيادة الاعشاب، ياخذ مجرد انه كريمات خارجيه يستخدمها شهر ترطب بالمكان تختفي عنده، بالتالي ترجع ورا فتره، لانه هي المشكله داخليه، تمام. في بعض الاحيان انه لازم كل مريض يراجع طبيب، لازم يصرف له علاجات داخليه، يصرف له علاج للكبد، تنشيط الكبد وتنشيط المناعه، بالتالي ما راح ترجع الصدفيه اذا كان العلاج 100%. نعم. زين دكتور، الام المفاصل شلون نقدر نعالجها بالاعشاب الطبيه؟ شنو النوع؟ بالنسبه للاعشاب الطبيه خاصه اللي يعانون من مشاكل هشاشه العظام، نعم، والسوفان، وايضا يعانون من الروماتيزم وارتفاع نسبه الاي اس ار، طبعا كثير من الاعمار، يعني من عمر 20 سنه فما فوق قاعد اشوف الاحظ على هذا الموضوع، يصير عندهم هشاشه، هشاشه بالعظام او نقص كالسيوم. هي كثره الاكلات الغير منتظمه، المشروبات الغازيه مثل بيبسي وغيرها، احنا ما نذكرها هاي، لكن لازم اكو نظام غذائي. احنا دائما نكرر ونقول النظام الغذائي قبل اي علاج تاخذه، لازم تنتظم عندك السمنه، يكون وزنك يعني طبيعي، لا يفوق اكثر من اللازم، حتى بالتالي ما يصير ضغط على المفاصل وعلى العظام. بالنسبه لهشاشه العظام لها علاجات خاصه كثيره، هشاشه العظام ولا السوفان ولا الانزلاق لها علاج خاص. بالنسبه للاعشاب المفيده الخاصه لمشاكل المفاصل، هو اعشاب كثيره راح اعددها الان، اللي يسمعني يكون يستفاد من الموضوع اذا نشرحها. بالنسبه حب الرشاد عندك، حب الرشاد، الكركمين، الجينسينج، هاي طبعا اعشاب مفيده جدا لهشاشه العظام والتهابات نسبه الاي اس ار في الدم، اذا ارتفعت راح تسبب هاي المشاكل، هي التهاب بالركبه او التهاب بالعنقيه وغيرها، هذا راح ينهي الالتهاب نهائيا، اللي هو عشبه الكركمين، عشبه بذور الرشاد، وعشبه الجينسينج، طبعا راح تنهي شكل التهاب بالجسم، ترجع وضعيه الانسان طبيعيه، لكن الها كميات لازم كل مريض يستخدمها بصوره صحيحه عن ارشاد الطبيب، مراجع عند مراجعته للطبيب او خبير الاعشاب الطبيه في علاجته، حتى يعرف يصرف له العلاج بصوره صحيحه. نعم. زين دكتور، اكو اكلات دائما تكون ممنوعه بشهر رمضان المبارك، نعم. شنو الاكلات اللي نقدر نمتع، نعم، يعني نمنع من عدها، تمام، ولو احنا العراقيين ما شاء الله، ما شاء الله العراقيين نشوف كل شيء ناكل، باكر كل شيء قدامنا، لحم، علاج. انا اشوف بعض الحالات يعني صراحه قاعد اتعجب بيها، دا افوت مرات بالاربع بالليل عندي مثلا برنامج او شيء، اشوف مطاعم فتحت بيع باكر وما شاء الله كلها قاعده تدق وتاكل، فهذا شيء غلط صراحه. يعني هو الانسان الا نظام وقت، يعني الغداء هو رب العالمين خلق لنا الغداء والعفو الافطار والغداء والعشاء، تمام. هسه احنا النظام مالتنا تغير مو مثل قبل، اكثر العوائل العراقيه تستيقظ يعني وقت متاخر،
تمام من الوحده فوق. هو لا يقوى غدا، هو لا يقوى غدا بعد انتهت هاي وجبه الغدا. نسيناها صراحه، صدق نسيناها. طبعا هو من الاكل الزايد والدهون، وهذا الاكل هم عباره عن دهون طبعا، يصير عندهم بالكبد كله يصير دهون. نعم دهون الكبد، افراط الكبد. نعم هذا الشيء غلط طبعا صراحه. لازم اكو بعض الاكلات اللي يمتنع عنها الصائم عند صيام ماته، اللي هي الاكلات الدهنيه، يقلل من اكل الدهون طبعا بالبدايه، والاكلات اللي بيها طرشي، اللي بيها فلفل، هاي الحراريات، الاكلات الدسمه يعني. ليش دكتور؟ لازم يعني يقلل المشروبات الغازيه طبعا، حتى يكون امتصاص الجسم بالسوائل بصوره صحيحه. لان مثل ما تعرفين الغازيات ولا الدهنيات راح تثقل امتصاص المعده، بالتالي راح يكون عند الصائم جوع وعطش، راح يصير عنده بسرعه. لكن اكو اكلات مريحه للانسان عند صيامه في شهر رمضان المبارك، هي مثلا تناول العصائر الفريش الطبيعيه، يعني مثل عصير البرتقال، عصير الليمون والنعناع طبعا مهم جدا. تناول شراب عندك العنب، اذا اكو عصير عنب ممتاز جدا للصائم طبعا. عصير التمر الهند، في حال اذا واحد عنده سكر، اللي عنده سكر يتناول التمر الهند. التمر الهند ممتاز جدا. تمر هند. نعم التمر الهند ممتاز جدا، يحتوي على سعرات قليله الحراريه، ممتاز جدا للمعده، يخفض نسبة الضغط في الدم نفس الوقت إذا كان عنده واحد مشاكل بالضغط، نسبة يعني. الأملاح، اليوريك أسيد إذا كان الصاعدة أيضا نفس الوقت هم يعالجها. هذا هو الأكلات اللي يقدر يتناولها المريض أو الشخص اللي يتناولها بشهر رمضان. نعم زين دكتور، مرات تصير عندي ضربات بقلبي كلش قوية. تمام يعني ضربات هاجرة يسموها، أحس وجع. تمام شنو سببها هاي؟ سببها بعض الأحيان أكثر الضربات الهاجرة سببها هو الأغذية والقولون العصبي. القولون العصبي يسبب ضربات هاجرة، ما يسبب ضرب الحجاب الحاجز. الحجاب الحاجز هو المرتبط بين المعدة ومرتبط بين القولون العصبي. فمن يرتفع القولون، من يصير عندك نفقة ببطنك أو غازات، بالتالي راح يسوي عندك ضغط على الحجاب الحاجز، راح يسوي عندك خفقان، وراح يصير عندك بعض الأحيان دوخة وخمول بجسمك. فلازم أنت تتناول أغذية صحية، تناول الأغذية اللي ما بيها دهون، أكلاتك تكون خفيفة. طبعا بشهر رمضان لازم كل صائم مثل ما تعرفون يفطر بشوربه وتمر، لكن احنا بعض الحالات الشائعه اذا نشوفها عند المواطنين الناس الصائمين، ومثل ما نشوف نسال كثير من الناس الصائمين شنو اللي افطرت به بالبدايه؟ شنو تناولته عند الفطور؟ راح يقول والله شربت دولكه مال مي كامله، فهذا شيء غلط صراحه. لازم المريض او الصائم يتناول شوربه اول مره مال العدس اذا كان عنده موجوده، او شربت ماش ماكو اي مشكله. يتناول العصائر الفريش اللي هي عصير البرتقال، عصير التمر الهند، اللبن، التمر، هاي لازم يتناول شغلات خفيفه حتى المعده ما يصير بها اضطرابات، ما يصير بها نفخه، ما يصير بها اذيه. لان بعض الاحيان قاعد تجينا تراجعنا مرضى عندهم مشاكل قرحه بالمعده، عند انتفاخ بالقولون، هذا سببه الافراط بالاغذيه الغير صحيحه، تناول الاغذيه يكون غير منتظم، فهذا الشيء غلط صراحه. لازم كل انسان يحدد له نظام غذائي صحيح حتى ما يصير عنده التهابات، لان كل الامراض هسه حاليا بالعراق اللي هو السكر والمعده، يعني وين ما تروح هسه وين ما تلقى عراق هسه لا قالون عندك؟ نعم عندي قالون. سببه هذا شنو هو؟ سببه الرئيسي طبعا هو الحاله النفسيه اكيد. بعدها تناول الاغذيه بصوره غير صحيحه. فلازم نخلي كل شخص له نظام خاص به، يعني واحد يحافظ على صحته اهم شيء. تمام. نعم. دكتور طبعا احنا راح نحكي على تساقط الشعر. نعم. اللي احنا اغلب النساء يعاني من تساقط الشعر. يعني اكو علاجات عشبيه لمنع تساقط الشعر؟ نعم اكيد، بالتالي اكو بعض العلاجات العشبيه التي تعالج تساقط الشعر. نعم. وتكثيف الشعر، وخاصه النساء طبعا خواتنا. طبعا المشكله الرئيسيه اللي سبب تساقط الشعر هو نقص بعض الفيتامينات في الجسم، اللي هي نقص الهيموغلوبين، مخزون الحديد، D3، الكالسيوم، الزنك، مشاكل الغده الدرقيه، هاي لازم كلها تنتظم بشكل متناسق حتى ما يصير عندها مشاكل. بعض الاحيان انه تجيني مريضه مثلا للعياده وتسالني دكتور ما عندك علاج تساقط الشعر؟ قبل كل شيء لازم كل مريض، يعني رجل ولا مراه، لازم يجري تحاليل اللي ذكرتها اني هسه حاليا، هي D3، الهيموغلوبين، مخزون الحديد، الزنك، الدم، الاتش بي، يعني يكون ما بيع فقر الدم، يعني السبب الرئيسي هو فقر الدم مثل ما قلت لك. نعم. بعض الحالات النفسيه ايضا، والقولون ايضا هم مسبب تساقط الشعر. اذا كان اضطرابات، نعم القولون اللي يسبب، والغده الدرقيه اذا كان بها خمول هم يسبب تساقط الشعر. وكثير من النساء ما شاء الله قاعد اشوفها تستخدم الميش والاصباغ، هاي اللي قاعد تجي للعراق. إيه لا هذه اكيد لها بس لها علاجات خاصه، اللي هي اولا تناول الاغذيه المفيده مثل عصير البرتقال صباحا، الحليب تناول المراه لازم صباحا ملعقه عسل،
عندك الحلبة ممتازة جدا للنساء، خاصة الحلبة. الحلبة كلش راقية أمانة الله للنساء، فالشي مو طبيعي سحري. حتقوي بصيلة الشعر يعني؟ تقوي بصيلات الشعر، تنشط الخلايا داخل الجسم عند المرأة، تنظم الهرمونات. الحلبة ممتازة جدا طبعا، على مقدار نصف ملعقة بكوب حليب صباحا ممتازة جدا طبعا. بالنسبة للعلاجات الخاصة لتساقط الشعر لدى النساء، اللي هي خلطة عشبية تتكون من 7 عصارة من الزيوت الطبيعية، اللي هي زيت السمسم وزيت الخروع وأيضا زيت الجاجوبا وزيت الصبار وزيت الأرغان وزيت الكتان. هاي كلها مجموعة، لكن إلها مجموعة منتظمة، يعني تكون مثلا 50 غرام 50 غرام، توضع في قنينة وتخلط وتوضع على الشعر لمدة 5 ساعات لمدة 3 أيام في الأسبوع. 5 ساعات؟ نعم طبعا 5 ساعات. إذا نقصت ولا زادت راح تسبب مشاكل طبعا تساقط. 5 ساعات متتالية يعني هو بكثرة مو زين. نعم إذا يبقى أكثر من 5 ساعات. نعم أكثر من 5 ساعات راح تسبب مشاكل بفروة الرأس، راح تصير عندك التهابات فروة الرأس، تسوي قشرة، تسوي التهابات أيضا بالفروة لأن الجلد ما يتحمل. يعني هاي فيتامينات كلش عالية، راح يصير امتصاصها ثقيل. مثل تعرفين إنه زيت الخروع زيت ثقيل، لازم يتخفف هاي المجموعة حتى يمتص الجلد بصورة صحيحة، لأن زيت الخروع زيت السمسم يحتوي على فيتامينات عالية جدا طبعا. نعم زين دكتور، شنو رأيك بالزيت الجرجير؟ زيت الجرجير يستخدم للأظافر، راح أعطي نصيحة لخواتنا العزيزات، يستخدم للأظافر ويستخدم للرموش، هذا ممتاز جدا. والشعر؟ الشعر لا ما يستخدم إلا الشعر، يؤذي فروة الرأس، يسوي قشرة. نعم لان به مواد حارة جدا، مثل صح. مثل ما نقول زيت ال نقول زيت الفجل او زيت الكراث، يصير حركة مثل ما نقول يعني فروة الرأس. هذا شيء غلط صراحة. نعم. زين دكتور، انت من قلت انه اللي هي الخمس اصناف او الخمس الخطوات لزيت ما الشعر، نعم خلينا نقول ان خلتها او خلاها الرجل، هي الرجل والمرأة طبيعي. نعم بالضبط. خلينا نقول بدأ بيها من الساعة 1 الى الساعة 5، تمام هاي 5 ساعات صح؟ لو تعبر الساعة 5 لا 5 ساعات، يعني تبدأ من الساعة 5 العصر لحد الساعة نقول للتسعة بالليل، هاي تبدأ الخمسة للتسعة. الخمسة للتسعة نقول هالشكل. نوع من يغسلة؟ نعم. شنو نوع الصابون اللي يغسله أو الشامبو النوع؟ بالنسبة للشامبو، أكو بعض الشامبو اللي هو خالي من المواد الكحولية، ما بي يعني مواد مهدرجة أو مواد مثبتة، اللي هو زيت. يعني عندك شامبو الأطفال مثلا شامبو نونو، أو عندك هذا الشامبو الهولدر شولدرز بس للرجال. يقولون مو يخشب، يخشب لا يخشب وبيه مواد كيميائية. بيه مواد كيميائية، ما بيه مواد كيميائية. لا لأنه ما بيه مواد كيميائية. خالي من المواد الكيميائية. نعم. عندك بعض الزيوت اللي عفوا شامبوات اللي تستخدمها النساء، عندك البيبي جونسون هم أيضا ممتاز جدا، لأن أنت راح يبقى هذا الزيت خاصة الخروع راح تبقى خواصه بالشعر لمدة 3 أيام طبعا. ها ليش نقول إحنا كل يعني 3 مرات في الأسبوع؟ راح حتى لو تغسل شعر هالمرأة أو الرجل يغسل شعره راح يبقى به نسبة ترطيب، لأن يعني ترطيب الخروع كلش عالي بالشعر. أي صحيح. نعم. يصير حتى المادة يعني كلش. نعم. يعني ما يصير الشعر أملس يعني. أي كلش صحيح. خاصة عندها تقصف بالشعر يعني. وزيت الزيتون. زيت الزيتون يستخدم خاصة للأطفال صراحة، يعني ما يستخدم للكبار، ما بي فائدة مثل ما فائدة الصغار. أكو بعض الأحيان تجي أطفال والله تسألني أم تجي تراجعني المركز، دائما تقول لي والله شعر بنتك صغير، يعني صار عمرها 3 سنين وشعرها ما طاول واصل لحد إذانها. شنو السبب دكتور؟ اقول لها تسوي لها، سويت لها فحص والله ما تاكل، مخلصتها اندومي ومخلصتها شيبس وما اعرف شنو، وهذا الشيء غلط طبعا. لازم الطفل يتغذى غذاء كامل، تمام؟ يتغذى غذاء اللي هي الفواكه، يعني الكرزات او غيرها، هاي شغلات يعني بها فيتامينات. يعني دائما اشوف الاطفال انه يتناولون شغلات يعني غير صحيه، نساتي يعني ماكو حلويات، هاي كلها ما بيها فيتامينات صراحه. اي ما ياكلون، هذا شيء غلط. وهي هاي اطفالنا نعرف احنا اي محل يجيبوا ياخذ صحيح. هذا شيء غلط استاذ، بس هو لازم هنا كل ام او اب يتابع اطفاله بالنسبه للغذاء، هم يتناول الفواكه، يتناولون يعني شغلات الكرزات بها مجال، لكن هاي دا اشوف انا صراحه الافراط كلش هو الاطفال يتناولون العصائر الصناعيه، يتناولون النساتي، الاندومي، البيبسي. يعني عمره 3 سنين لازم لبطل مال بيبسي وده يشرب بيه، هذا شيء غلط صراحه. يعني اكيد طبعا دكتور نورتنا وياك كلش حلوه. نورتنا رغم الوقت داهمنا وياك، لكن نورتنا باطلالتك وجيتك لبرنامجنا، برنامج ليله رمضان. شكرا جزيلا. اخر سؤال كان هو موضوع الشعر، موضوع مو يمي بتعدت من عنده شويه الموضوع عني. تمام كل شيء لازم الراعي شعوره نحترم احد. شكرا لك دكتور. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا دكتور، شكرا لحضورك طبعا، ورمضان كريم. رمضان كريم عليكم يا رب، الصحه والعافيه كل العراق. الله يعافيك. الله يبارك.